siguiente. الزيارات اللي قمنا بهم خلاتنا يعني نكتشف قدرات وامكانيات كبيره في ولايه بسكره، اللي تخلي بسكره رايحه تنطلق ان شاء الله في ميدان صناعي، وتكون فيه خلق مناصب عمل، وتكون فيه يعني خلق كل ما هو مباشر ما بين قطاع الفلاحي والقطاع الصناعي. اعطينا توجيهات واعطينا افكار باش يكون فيه نهضة في قطاع صناعة التحويل إن شاء الله، لأن فيه قطاع فلاحي وعنده موارد مهمة، لازم تكون فيه قطاع صناعي لتحويل هذه الموارد.